خليني أرباح الروبل العملة الروسية. الموقع لا يحتاج شرح كبير إخواني. هذه هي واجهة الموقع. الموقع يطلب لي تسجيل أخي محفظتك القائد هكذا، ويحتاج منك هذا الكود، هذا الرقم لإدخاله هنا، وتدخل كونكتي أخي، لا يحتاج إلى تسجيل كبير ولا. هنا يقول لك السيرفر. إخواني نترجمه إلى اللغة العربية هكذا، إلى اللغة العربية خاص مخصص. الحد الأدنى للدفع 1 روبل، وهذه يعني اللغة العربية. راح نعمل هنا الرقم هذا 3 8 8 3، تسجيل الدخول. إخواني أنا عندي ساعة من سجلت في هذا، حوالي ساعة من سجلت في هذا الموقع. الموقع يعني مش موقع يحتاج شرح كبير ولا، يعمل بكل سهولة، ويعمل أوتوماتيكي لوحده. يعمل لما يعني تغلق الصفحة، ويعني وتغلق الصفحة يعني، وتعود من بعد إلى الموقع، طار رصيدك هنا يعمل كل يوم، يعني لا يتوقف. ما لما تغلق يعني تغلق الصفحة نتاعك وتطفي الجهاز نتاعك، الموقع يعمل كل يوم أخي، الموقع لا يتوقف أخي، والرصيدك يعمل بدون توقف. وهنا أخي يقول لك الدخل هو لمدة 60 دقيقة 0.00 36 روبل، ولمدة 24 ساعة 0.00 864، لمدة 30 يوم 2 روبل 592، ولا تعمل أي شيء أخي، الموقع يعمل أوتوماتيكيا ويدفع. ولزيادة أرباحك، هو عنده خاصية أخي للسرعة، زيادة السرعة للاستحقاقات أعلى أي مبلغ، يعني تذهب إلى هنا، تذهب إلى هنا زيادة لو حبيت يعني. إحنا أنت دوك تأخذ يعني 1.00001 في ثانية. لو دفعت 1 روبل للموقع راح تعود يعني ب 0.00002 في الثانية، يعني وهو كذلك لو أضع 3 روبل 4 روبل ستزداد بكل بسنت، تزداد بسنت في الثانية. لو أضعت روبل ستزداد بسنت 1 في الثانية. ويعني أطلب دعوات، يعني راح تربح على الدعوات 15% على كل إحالة. ها هي في ميعاد قائمة يجمع إحالاتك الأخيرة في البداية، يتم فرز الإحالات حسب تاريخ تسجيل. نحن ندفع 15% من جميع الإحالات على عدد الإحالات. هذا هو رابط أخي، تعطيه لأصدقائك أو تعمله في تويتر أو في الفيسبوك ليتسجلوا عليه. هنا الخروج، وهنا الميزانية يعني العمل بتاعي. أخي لو يعني دفعت 1 روبل راح يعود هنا أخي 2، مش رقم 1، 2 في الثانية. لو دفعت روبل آخر راح يضيف هنا 3 في الثانية، وهو كذلك أخي. وراح يتجدد هذه القائمة تتجدد إلى 60 دقيقة و24 ساعة، يعني يتجدد لك موقع يعني خفيف وجيد، ويعني عجبني. ومن يحب يعني تسجيل في هذا الموقع يعني راح أطرح لكم رابط تسجيل تحت أسفل الفيديو. وشكرا وبارك الله فيكم لمشاهدة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديوهات أخرى أخي. وأضغط أخي على الاشتراك وزر الجرس لتكون يعني تشوف كل فيديوهات يعني شرح الفيديوهات المواقع الروسية فيما يخص المواقع الروسية والفيديوهات الجديدة. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.